رأيك إيه في إلغاء مشروع قانون الإدارة القديم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع بتاع مشروع إلغاء قانون الإيجار القديم، هو من ناحية شرعية كل مالك ليه الحق إن هو ياخد العين بتاعته، والناس المستأجرين بالإيجار القديم قاعدين فيها متملكين ليها، ما عندهمش أي حل تاني إن هم يخرجوا أو يحاولوا يدوروا على مكان تاني أو يحاولوا يبقى ليهم ملك تاني، وده ممكن يكون فيه تقصير من جانب الدولة. أنا رأيي في قانون الإيجارات الجديد المفروض إنه يتطبق، مفيش حاجة اسمها إنه حد يورث شقته لأحفاده ولا حتى المحل بتاعه، لأن هم بيتكلموا عن الشقق بس. طب وفي محلات، في أصحاب أملاك وناس عائلات كبيرة جدا مش لاقي تاكل، وبتاخد الإيجار على إنه يعني إيجار 5 جنيه و9 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، ده كلام فارغ. تمام؟ دول بيظلموا الناس. المفروض إن الإيجار يتجدد ويبقى على حسب القانون الجديد، ويتغير الوضع ده بحيث إنه أي حد يأجر سنة اتنين تلاتة زي ما أنت، طول ما أنت كويس اقعد، لكن مش معنى كده إنك تورثها لأولادك. الحاجة التانية إنه لابد من قانون الإيجارات الجديد يلزم السكان بالإصلاح والصيانة، يلزم السكان بالإصلاح والصيانة، لأنه للأسف بيوت الناس بتتخرب والمحكمة بتلزم الملاك هم اللي يصلحوا. والله في ناس كتير غلابة من أصحابات البيوت وكده مش لاقين ياكلوا، وفي ناس يعني عندهم عماير وبيسكنوا الشقق مثلا بألف جنيه وبألف جنيه وكده، فيعني احنا عايزين نعدل ما بين الامور، ما بين ده وما بين ده. ازاي نعدل؟ نحاول نوفق الساكن القديم يعني يساعد شويه مع البيت وكده، ويطلعوا قانون على اساس يعني يوفق ده، يقدر يعيش في الحياه الغاليه اللي انتم شايفينها دي طبعا، وبرده ما نجيش على الناس الغلابه. لا، الايجار القديم يفضل زي ما هو، الإيجار القديم يفضل زي ما هو، لأن الساكن هيفضل ساكن زي ما هو، بيوضب وبيحل في السكن اللي هو فيه. إنما تقول لي إيجار جديد وإيجار مدة تسكنني سنتين عندك وبعدين تلجحني في الشارع، ما ينفعش. طب وأولادي وعفشي اللي اتكسر.